حكينا إنه إحنا بدنا نبدأ في الأول إن شاء الله، يعني نلقي الضوء على أهم العناصر اللي حنتناولها بالشرح في هذه المادة. تمام، أول حاجة لما تدخلوا على صفحة المودل هتلاقوا عندكم وصف المساق، وبعدين تحت في القسم المخصص لطلبة شعبة 62 دكتور خالد دهليز. أي حاجة بتخص الشعبة تبعتنا هتلاقوها تحت الكلام هذا على طول. الموضوعات الأخرى عند الدكتور أكرم مش يعني ممكن يختلف عني شوية في طريقته أو في بعض الموضوعات اللي بيطرحها، وأنا أختلف عنه يعني مش قصة، لكن أنا هي المساق تبعي حيكون في هذه المنطقة وين في القسم مخصص لطلبة شعبة 62 دكتور خالد دهلي. نشوف مع بعضنا وصف المساق. طبعا هذا المساق يهدف إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية للإدارة الاستراتيجية، وكلمة إدارة استراتيجية طبعا إلها تفسير، يعني هي بتحمل نفس الصياغة لكلمة الإدارة العادية واللي فيها الكثير من الخصائص اللي درستوها يعني في مواد عديدة، لكن الآن مع كلمة الإدارة جاءت كلمة الاستراتيجية. يعني مع كلمة الإدارة جاءت كلمة الاستراتيجية، وبالتالي الأمور اختلفت كوننا بنتحدث عن الإدارة الاستراتيجية زي ما حنشوف يعني. طبعا كمان المساق بيتعرض لأهمية الإدارة الاستراتيجية، فوائد الإدارة الاستراتيجية، مراحل التطور على الإدارة الاستراتيجية. طبعا كجزء أو كأساس أو كأحد العناصر الأساسية في الإدارة الاستراتيجية اللي بتمر فيها صياغة الاستراتيجية وتحليل البيئة قبل الصياغة، اللي هي من خلالها بنفهم البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسات، وبنحاول نجمع معلومات لها علاقة بطبيعة عمل المؤسسة، وهذه المعلومات طبعا بتفيدنا كثير كثير كثير، انها بتوضح لنا المسار اللي حنمشي فيه، بتوضح لنا الطريق اللي حنمشي فيه، وبصير في عندنا وعي ونظرة اكثر دقة. ليش؟ لانه احنا بنبني تفكيرنا وتحليلنا وصياغتنا للاستراتيجية، ومن ثم ما يتبع ذلك من مراقبة للأداء ومن تعديل في المستقبل ومن تقييم لأدائنا في مدى تطبيقنا للاستراتيجية. كل هذا بيتبع المرحلة الأولى، مرحلة التحليل المهمة هاي، اللي من خلالها إذا فهمناها صح وإذا يعني قمنا فيها بالطريقة السليمة بنلاقي حالنا ماشيين بشكل جيد يعني. إذن زي ما حنشوف في عندي عدة مراحل للإدارة الاستراتيجية: تحليل البيئة، والبيئة هنا يقصد فيها بيئتين، البيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة الخارجية، صياغة الاستراتيجية وتتضمن عدة خطوات، عدة محاور، تطبيق الاستراتيجية وتتضمن أيضا الكثير من القضايا، وتقييم الاستراتيجية واللي هي أصلا درة التاج. إحنا في الآخر ليش كل هذا بنشتغل؟ عشان نشوف حالنا، عشان نحقق يعني فعالية المؤسسة. فكيف سنحقق فعالية المؤسسة؟ وما هي فعالية المؤسسة؟ الاستراتيجية بتساعدنا في هذا الكلام. كمان المساق بيهدف إلى تحسين مهارات التفكير الاستراتيجي لدى الطلاب، وتوضيح مفهوم الميزة التنافسية وكيفية بناء الميزة التنافسية والمحافظة عليها، مفهوم الثقافة التنظيمية وأثر اختلاف الثقافات على الإدارة. طبعا هذه القضايا يعني قد نتناول بعضها إضافة للمفاهيم الأساسية في المادة. وبالتالي التركيز بينصب للمساق على كيفية توظيف تطبيقات الإدارة الاستراتيجية، اللي هي الأدوات اللي كنا بنحكي فيها زي التحليل والصياغة والتنفيذ للخطط والاستراتيجيات لقيادة المنظمة إلى النجاح المستدام. وبالتالي يهدف المساق إلى بناء قدرة الطلاب على إدراك أن فرص بقاء المنظمة وتحقيق النمو والنجاح المستدامين تكمن في القدرة على تحديد وفهم قوى السوق التي تخلق التغيير، وكيف يجب على كل منظمة أن تتكيف من أجل البقاء. يعني باختصار شديد، إحنا المؤسسات اليوم بتعيش في مرحلة حرجة،
وبتعيش في بيئة وتيرة التغيير فيها عالية جدا. وبالتالي لما نحكي وتيرة التغيير عالية جدا، معناته بنتوقع انه المؤسسات مع الوقت وبشكل سريع جدا حتفقد كثير من مزاياها او حتكتسب مزايا جديدة. الشطارة تبعتنا في قدرتنا على تعزيز المكاسب وتقليل المخاطر بالاستفادة بما لدينا من موارد وكفايات وقدرات. يعني احنا زي الماشي على الشوك في المؤسسات، حرب قائمة أو هي صراع قائم في المؤسسات. الصراع هذا الهدف أنه احنا نخرج منه مش سالمين فقط، لا، سالمين ومتقدمين، يعني نضلنا في مسيرة متقدمة من التطور اللي تضمن أنه احنا مقارنة مع البيئة اللي احنا فيها، اللي فيها المنافسين وفيها العوامل العديدة، دائما نضلنا سباقين نحو التغيير إلى الأفضل. فهذا المساق بيعلمنا أو بيعطينا المفاتيح بهذا الاتجاه، كيف نتعامل مع البيئة، نستغل ما هو موجود فيها ونستثمر مواردنا بالشكل الأمثل، نستفيد من قدراتنا المؤسسية وكفاياتنا التنظيمية وما لدينا من ميزة تؤهلنا إلى المنافسة بشكل أفضل، نستفيد منهم ونستغل الفرص في البيئة الخارجية ونتحاشى بعض المخاطر اللي بتواجهها المؤسسة لضمان البقاء، لضمان الاستمرارية، ولضمان التقدم بشكل وبوتيرة متصاعدة. فهي فكرة أو مقدمة عن المقرر. وبالتالي بناء على هذا الكلام، من الممكن إن احنا نحكي إنه أهداف المقرر، أول حاجة نتعرف على مفاهيم الإدارة الاستراتيجية ومهارات التفكير الاستراتيجي ودورها في فعالية المؤسسات وديمومتها. كمان فهم ووصف عمليات التخطيط الاستراتيجي، لأنه أنا مش بس بدي أفهم شو الإدارة الاستراتيجية، لأ، أنا بدي أفهم كمان كيف نقوم بالإدارة الاستراتيجية. يعني هل بالتأكيد في عمليات بتتم أو عملية واضحة، وهذه العملية فيها أدوات وأنشطة، وبالتالي مهارة بناء الخطط الاستراتيجية ومهارات التخطيط الاستراتيجي ومهارات الفهم، فهم الـ الـ أو خلينا نقول المهارات المرتبطة ب يعني استشراف الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للخطط على مستقبل المؤسسة وكيفية استخدامها بشكل فعال، أيضا هذا جزء مهم من أهداف المقرر. توضيح مفهوم التكامل بين الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية والاستراتيجيات والسياسات الداعمة. شوفوا يا جماعة، إحنا وضع خطة استراتيجية والقيام بعملية التخطيط الاستراتيجي لا يعني بحد ذاته إنجاز. إحنا الهدف انه في الاخر الخطه الاستراتيجيه والتخطيط الاستراتيجي وبناء والاداره الاستراتيجيه للموارد وللمؤسسه، الهدف منها ان احنا يعني نحدث نوع من التكامل اللي يضمن الاستمراريه والبقاء. بعدين ما فيش عندنا خطط استراتيجيه احنا فقط، في عندنا خطه استراتيجيه زي ما هنشوف للمؤسسه، وينبني عليها خطط تشغيليه، لانه في النهايه المؤسسات مش كيان إله يعني جزء واحد أو وظيفة واحدة، لا، هذا كيان متعدد الوظائف، تمام؟ وكونه يحتوي على وظائف عديدة، كل وظيفة من هذه الوظائف، بمعنى كل قسم أو كل وحدة تنظيمية لازم يكون في عندها خطة تمشي عليها، بنسميها الخطة التشغيلية. دائما في عندنا مظلة اللي هي الخطة الاستراتيجية، وينبثق منها العديد من الخطط التشغيلية اللي بتنسجم معاها. يعني كل واحد بيبني خطته التشغيلية واستراتيجياته والسياسات الداعمة، وحنشوف الفرق بينهم قدام إن شاء الله. كل واحد بيبنيها بناء على الخطة الاستراتيجية. فالخطة الاستراتيجية هي المظلة اللي بيستظلوا فيها كل الأقسام وكل العاملين، أي جهد خارجها في الغالب لا يحقق ما تصبو إليه المؤسسة.
وقد يكون هدر للأوقات والطاقات والموارد. الهدف الرابع اكتساب مهارات التحليل الاستراتيجي باستخدام العديد من الأدوات والنماذج في صناعات متعددة، لأنه كل يعني اثنين أو ثلاثة منكم حيمشوا حيعملوا لنا حاجة يعني في هذا السياق، وبالتالي حنشوف نماذج مختلفة ومتعددة للتخطيط الاستراتيجي أو لأدوات التخطيط الاستراتيجي. استيعاب أهمية الموارد والقدرات والكفايات المؤسسية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. في عندنا نظرة في الإدارة بسموها نظرة العودة إلى الداخل أو Resource Based View، الاعتماد على الموارد. يعني أنا بالعربي مش عارف إيش ترجمتها بالضبط، لكنها يعني بتقول لي باختصار عندما تواجه إشكاليات في البيئة الخارجية وتكون البيئة الخارجية مضطربة، فليس لك إلا العودة إلى البيت. إيش يعني العودة إلى البيت؟ يعني أن تستكشف قدراتك ومهاراتك ومواردك ونقاط القوة لديك وتعتمد عليها في المنافسة الخارجية، لأن البيئة الخارجية مجهولة، يعني بيئة متقلبة بوتيرة عالية، معناته أكثر حاجة وأكثر مكان دافئ ممكن ألجأ له هو البيئة الداخلية. وبالتالي لازم الواحد يستوعب أهمية الموارد والقدرات والكفايات المؤسسية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. شرح الاستراتيجية بقول العمل نعم؟ بفن الموجود، العمل بفن الموجود، تستغل هذا كافة الموارد نعم، تستغل كافة الموارد الداخلية للمؤسسة لخلق ميزة تنافسية لمؤسستك. أيوة، هذا يعني في الغالب بنركز عليه أكثر عندما تكون البيئة الخارجية تعبانة أو إحنا مش قادرين نفهمها بالشكل المطلوب. معناته الأفضل إنك تركز على أو يعني ترتكز على مواردك الداخلية بشكل أقوى من فترات أخرى. يعني في ساعات بتكون في وضوح في البيئة الخارجية، وبالتالي تحقيقك للاستدامة وتحقيقك لعناصر الميزة التنافسية بيكون جيد، لكن عند وجود الضبابية ووتيرة التغيير عالية في البيئة الخارجية بلجأ كثير للموارد. وهذه النظرة بسموها Resource Based View أو النظرة التي تعتمد على الموارد وعلى الانتفاع منها بشكل أمثل. استيعاب قلنا أهمية الموارد. شرح الاستراتيجيات التنافسية، طبعا جزء من حديثنا حيكون عن استراتيجيات المنافسة، مثلا في منها شهيرة مثلا عملها بورتر، ومن خلالها يعني واضح كثير من القضايا وضحها في المنافسة. سواء يعني في عنا حنلاقي عدة استراتيجيات حقيقة، في بسموها جينيريك اللي بنسميها احنا استراتيجيات عامة، زي استراتيجية الكوست أو قيادة التكلفة أو استراتيجية التميز أو التمايز عن الآخرين بالمنتج والخدمة المميزة أو استراتيجيات التركيز. هنشوف مع بعضنا إن شاء الله هذه القضايا. استيعاب الترابط بين الثقافة التنظيمية والتعلم التنظيمي وتنفيذ الاستراتيجيات والرقابة عليها. بقول لي يا جماعة ببساطة، نحن نتعامل مع مؤسسات، والمؤسسات هاي موجودة في بيئة متغيرة ويحكمها أفراد ويحكمها عقول، والمؤسسة لم تعد يعني لا يتم تعريفها مثل السابق إنها كيان يعني ميكانيكي. لا، المؤسسة اليوم كيان عضوي، كيان متفاعل، وبالتالي وجود ثقافة تنظيمية داعمة ووجود آليات واضحة للتعلم التنظيمي. إيش يعني التعلم التنظيمي؟ باختصار التعلم التنظيمي إنك تجمع بيانات من خلالها تفهم ما هو الواقع وتتأقلم، يعني تتعلم وتتأقلم. هيك التعلم التنظيمي أنا بترجمه، تتعلم وتتأقلم، يعني تجمع بيانات تفهم إيش اللي بيصير حواليك وتتأقلم معاه. تتأقلم معاه مش بالضرورة إنك تخضع إله، لا، تتأقلم معاه ممكن استفادة منه، ممكن تعظيم الفوائد الموجودة، استغلال فرص، تقليل المخاطر،
فالتأقلم لا يعني بالضرورة المعنى السلبي، وإنما قد يحمل معنى إيجابي عظيم. فهذه قضايا ممتازة جدا، وفهمها يعني بوجه المؤسسة باتجاهات جيدة. آخر نقطة، الربط بين خطط المؤسسة وسياساتها واستراتيجياتها الداعمة لضمان الاستقرار والابتكار والاستمرار. احنا في النهاية كل شغلنا هذا عشان ايش؟ عشان نستقر وعشان نستمر، ولا يوجد استمرار بدون الابتكار، بمعنى change or die، هات حاجة جديدة وإلا ستندثر كما اندثرت العديد من الشركات العالمية مثل نوكيا وياهو وغيرها من الشركات الكبيرة اللي كانت مسيطرة على السوق في لحظة من اللحظات. فهذه أهداف المقرر زي ما أنتم شايفين، أهداف يعني صغتها بشكل قد يكون واسع شوية، أو خلينا نقول طموح. فأنا بتمنى أن نحن نكون على قدر تحقيق هذا الطموح مع بعضنا إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هذه المخرجات كل واحد فيكم يشوفها، يعني مش قصة بالنسبة لكم ممكن تكون مهمة. نيجي للمادة، كيف حننظر إلها؟ ممكن سؤال؟ نعم ممكن سؤال؟ تفضل. إيش أقصد بأدوات التحليل الاستراتيجي ومهارات التحليل الاستراتيجي؟ الأدوات هذه حنشوفها مع بعضها، يعني الأدوات والمهارات. لكن الأدوات مثلا زي، إذا سمعت أكيد كلكم سمعتوا بالسوات أناليسيس اللي هو التحليل الرباعي، هذا بنسميه أداة، أداة التحليل الرباعية اللي هي تحدد نقاط القوة، نقاط الضعف، المخاطر، التهديدات، تمام؟ هذه أداة. لكن مهارة استخدام الأداة بالشكل الفعال هذه مش كل الناس موجودة عندهم، يعني أنه الأداة موجودة موجودة، لكن لا يعني بالضرورة أنك تستطيع أن تستخدمها. فإحنا بدنا نجمع بين الاثنتين، كيف، ما هي الأدوات، نتعرف عليها وكيف نستخدمها ونستخدمها بالضبط. بالضبط زي واحد يمتلك سيارة لكزس ثمنها 40,000 ريال عماني لكنه لا يستطيع القيادة. طيب إيش الفائدة من السيارة اللي ثمنها 40,000؟ صففها قدام البيت وتأكلها الحرارة وال يعني برد الشتاء وحر الصيف، تمام؟ فبزبطش. أنت قد تكون تعرف ولكنك لا تحسن الاستخدام والقيادة. المطلوب إن احنا نعرف ويكون لدينا المهارة للتطبيق، تمام؟ نستفاد من موارد، نعم، نستفيد من الأدوات اللي ما حنتعلمها في قضايا التحليل، تحليل اللي هو التحليل الاستراتيجي وبناء الاستراتيجيات وبناء الخطط الاستراتيجية، تمام؟ تمام دكتور، شكرا. طيب الآن بيقول لي توزيع الدرجات، وهذا مهم طبعا عند كثير من الناس. أول حاجة، في عنا امتحان نصفي، وأنا يمكن ما أعطكوش امتحان نصفي وإنما أستبدل بحاجة ثانية من هلا المحاضرة القادمة، بقولكم بالضبط إذا كان امتحان نصفي أو شيء ثاني. يعني عليه 20%، هاي اللي بهمني أنا. بعدين مهام وواجبات متنوعة، في عندي واجبات أسبوعية، في عندي تقرير تحليل البيئة المؤسسية، في عندي خطة استراتيجية أو تشغيلية لأحد المؤسسات، يا إما استراتيجية يا إما تشغيلية، وعرض عن أحد الموضوعات. أحد الموضوعات المقصود فيه عرض الخطة، هان يعني مش أحد الموضوعات اللي هو مقصود فيه أنك تعرض موضوع جديد، لا، أنا بدي إياك تمشي معاي step by step، خطوة خطوة. كل أسبوع بناخد شيء بتطبقه، في النهاية حتطلع معاك الخطة اللي بندور عليها. طبعا انت لست وحدك، يعني كل اثنين منكم ثلاثة بحد اقصى بيشتغلوا مع بعضهم من اليوم. كمان شوية حصمم على النموذج على الجوجل فورم وبعته لكم، كل ثلاثة مع بعضهم يتفقوا ويحددوا المجموعة تبعتهم، تمام، ويبعتوا لي اسم الشركة اللي حيشتغلوا عليها من البداية، يعني هذا الشغل
من البداية لازم كل واحد يحدد شركة ويطبق عليها بشكل مباشر يعني، ويفضل انه لو كنتوا بتشتغلوا في نفس المكان او قريبين نفس الصناعة نفس الشيء، او تتفقوا مع بعضكم تختاروا الشركة انتم الاحرار. المهم تقدروا تصلوا للبيانات فيها، تقدروا تعملوا لكم مقابلة مع حدا منها، تقدروا تعرفوا بيانات عنها، يعني تختاروا شغلة تقدروا تتعاملوا معها يعني. الامتحان النهائي طبعا عليه 35%، كل المجموع طبعا بيكون 100%. تمام، مين عنده استفسار؟ دكتور استفسار بسيط، أيوة. شركة أو مؤسسة حكومية؟ يعني كنا احنا أغلبيتنا في مؤسسات حكومية، الخطط الاستراتيجية توقع تشمل الجانب الإداري وجانب الشركات. هي خطة الاستراتيجية يعني خطط تشمل الرؤية الفيشن والميشن وتشمل تحقيق أهداف أيوة. صياغة أهداف وما إلى آخره. أيوة. فبس تتعلق بجانب الشركات ولا الجانب الإداري أيضا؟ مثلا مؤسساتنا احنا أغلبيتنا في مؤسسات حكومية، اللي في المؤسسة الحكومية بده يعمل خطة تشغيلية، لأنه بكون في عندكم خطة استراتيجية للمؤسسة، فبدك تعمل خطة تشغيلية يعني هي تنبثق على الاستراتيجية. وبفرجيكم يعني كيف تشتغلوا عليها، يعني مش قصة. واضح دكتور، واضح. تمام، في النهاية يا شباب أنا ما بدي حدا يروح بلا مؤاخذة يعني يجيب شغلة جاهزة ويسلمها لي، هذا الكلام انسوه. يعني أنا بدي شغل، بدي تتعلم، وزي ما تو السؤال سألنا الأستاذ قال لي إيش يعني أدوات ومهارات. المهارات بدنا نكتسب المهارة، ولا إيش فايدة المادة؟ فخليكم ماشيين معايا عشان تستفيدوا. أنا بالنسبة إلي مخلص، أنا مدير التخطيط في الجامعة، يعني مخطط ومظبط ومخلص شغلي، بدي إياكم أنتم تتعلموا يعني. متشوقين دكتور، متشوقين نتعلم دكتور هذه المادة. تمام تمام، ربنا ييسر الامور. طيب الان بيقول لي ما هي محتويات المساق؟ محتويات المساق، اول حاجه طبعا مقدمه في الاداره الاستراتيجيه اللي هو محاضره اليوم والتخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي. المحاضره اللي بعدها حتكون ان شاء الله عن تحليل البيئه الداخليه للمؤسسه، واللي بتتضمن عدة أدوات، سلسلة القيمة، الموارد، القدرات، الكفايات. المحاضرة اللي بعدها حتكون إن شاء الله في التحليل الاستراتيجي أيضاً، لكن للعوامل الخارجية، بنية الصناعة والبيئة التنافسية. المحاضرة الثالثة ستكون محاضرة تطبيقية، يعني حنحاول مع بعضنا نطبق بعض الأشياء، وطبعاً حتكونوا جبتوا الواجبات تبعونكم ونقدر نستفيد منها من اللي عملتوه يعني في نقاشاتنا. التموضع الاستراتيجي، استراتيجيات قيادة التكلفة، التمايز، التركيز، هذه بيسموها الاستراتيجيات اللي بتساعد الشركة على التوجه أو المنافسة، كيف بدنا ننافس، على أي أساس. هذا الفصل بتتحدث لنا عن أساسيات المنافسة. زي ما حكيت لكم، اما يكون عندنا امتحان نصفي او شغله ثانيه، خلينا نفكر ونشوف كيف. بعدين بناء الخطه الاستراتيجيه، بناء الخطه او الخطط التشغيليه، هذه في نماذج عليها ان شاء الله سنتناولها بالشرح. تكونوا انتم عملتوا التحليل تبع البيئه، وبنستفيد من تحليل البيئه في البناء للخطط. بعدين عندنا تحقيق الانسجام بين الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية، كيف نربط بينهم، هذا مهم جدا، فن بحد ذاته، انه انا كيف اعمل موائمة استراتيجية او اعمل حاجة بسموها كاسكيدينج للأوبجكتيفز للأهداف. الرقابة الاستراتيجية، بناء مؤشرات الأداء الرئيسية، المنظمة المتعلمة والثقافة التنظيمية وإدارة الابتكار، هذه من القضايا اللي إن شاء الله بنوصل لها سالمين يعني. بعدين كل مجموعة حتعرض، حتعمل العرض تبعها الخاص بالخطة اللي بنوها، وإن شاء الله الامتحان النهائي كما تعلمون. فهذه الأشياء اللي إن شاء الله حتمر علينا ونكون نحاول إن احنا نتناولها في المادة هاي.
طبعا اللي بده كتاب في الموضوع بيلاقي عدة كتب موجودة، من بينها كتاب الإدارة الاستراتيجية المعاصرة مفاهيم وتطبيقات عملية، في كتاب حقيقة مترجم أيضا، إذا حدا بيلاقيه منكم في مسقط أو شيء من الكتب الشهيرة في الإدارة، بضيف لكم اسمه على الأسماء هذه، يعني موجود مترجم. صحيح النسخة المترجمة قديمة لكن المبادئ لا تتغير، يعني نفس الأفكار. فهذا كتاب برضو ممتاز للي حابب يأخذ الإدارة الاستراتيجية من أهلها اللي طوروها يعني في العالم الغربي بالذات في أمريكا. بنبحث عنه دكتور إن شاء الله. طيب يا جماعة هيك بكون أنا خلصت وصف المادة. مين عنده أي استفسار فيما يرتبط بوصف المادة؟ تفضلوا يا جماعة. بدي اياكم كمان لما تدخلوا على المحاضرة لو سمحتوا تدخلوا باسمائكم، يعني كل واحد يسجل الدخول تبعه باسمه عشان اقدر اناديه، تمام؟ على اساس انه اقدر اناديه واتعرف عليه، والا مش حقدر. يعني مثلا في واحد داخل برقمه هيو كاتب له جيست، جيست يعني ايش؟ ضيف عندنا. فأنا مش قادر أناديه، فأنا بس حقول له يا 190-8882، مش عارف يرد علي ولا. طيب تفضل يا شباب. أستاذ علي بدك تحكي شيء؟ نعم نعم دكتور. تفضل يا أستاذ علي تفضل. لا أتكلم عن صاحب الرقم، إذا ناديته بيرد. أيوة ما مشكلة. طيب مين عنده سؤال أو استفسار يا جماعة قبل ما ننتقل إلى الفصل الأول؟ ابتسام. السلام عليكم دكتور. هلا. عليكم السلام، إيش أخبارك ابتسام؟ طيب الحمد لله، كيفك دكتور؟ حياك الله، تفضل يا أستاذ ابتسام. زاد فضلك دكتور. دكتور لو سمحت أنا عندي طلب بس. نعم تفضلي. لو سمحت أريد تنزل لنا المحاضرة على المودل قبل، يعني قبل الوقت المحاضر عشان ننسخها نطلعها يعني برنت اوت ان شاء الله ربنا سهل الامور. هي عشان اقول لك بس انه المشكله وين تقع،